انا هسه جاهزين؟ يلا جاهزين. انا بشوف تعبير وجه ليلى مشتطه. حياكم الله. الله يحييك. وايد متحمسه اشوف خواتي بالجو فوق الرياض، وانا متاكده ان الرحله رح تكون وناسه. احزمتكم مربوطه؟ مربوطه. سماعاتكم تمام؟ اي شيء تكلموا معي عادي. اوكي يلا بسم الله جاهزين. يلا بسم الله. كوبي فوكس ويري تو تيك اوف هولدنج شورت ان شامبي كاميرات فوكس نو ولا طيب. احنا ان شاء الله بندفع قرابه 3000 قدم. كم مده الرحله؟ اقل من ساعه باذن الله. وطلعت الطياره وبدت المغامره. الطياره قاعده تطير وانا كل اللي ابي اشوفه وجه ليلى وشهد. ايش رايكم بالمنظر البنات؟ ليش تخافون؟ انا وايد اخاف. لا الامور طيبه ان شاء الله. اتوكل. شايف الجبال؟ هذه سلسله جبال طويق. طلعنا فوق جبال طويق اللي اسمها عنده معنى مميز بقلب كل مواطن سعودي. طبعا جميل انك تكتشف الرياض، تكتشف جبالها معالمها. مين وده يجرب القيادة؟ أنا لا 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 لو سمحت. لا لا هي يلا. يعني أنا وين ودودو وين؟ هي تبي تجرب تسوق الطيارة وأنا مو عارفة شلون أنزل منها. نعم، I'm behind you on the right side. Coming next to you now on the right side. كيف التحكم؟ وايد سهل. هي السيارة ما تحب تسوق. الله يخليك، قلبي راح يوقف. لا لا، دعاء اليوم راح تسوق فينا الطيارة. لا لا لا، الله يخليك لو سمحت. يلا لا تشيلي الباب حبيبي. بعد ما انتهت نوبة خوف ليلى، كملنا الجولة فوق قلب الرياض، والجولة صراحة كانت وايد حلوة. احنا في المراحل الأخيرة الهبوط، مستعدين؟ يلا مستعدين. احزمتكم مربوطة كل تمام؟ اوكي لاندنج. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي وي لاندنج. ما شاء الله، هذا خلاص ربطنا. خلاص ربطنا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني واو، وايد رحلة ممتعة للأمانة. ان شاء الله استمتعتوا في الرحلة. وايد. وأخيرا نزلت الطيارة وراح ننزل منها، وماني عارفة أصلا شلون وافقت من الأساس أطير، بس للأمانة المنظر كان يستاهل. أشوى أنا فوبيا المرتفعات. صورت كل لحظة ليلى قاعد تسوي فيها، يعني لا تدرين إن عضت إيدي ما لها شغل. لفه شي لفيتي. من عقب ما انتهينا صار وقت الخطوة الثانية.